الناس بتقول لك ان السوشيال ميديا سبب. شويه طبعا. انا قريت حاجات كثيره بتقول ان السوشيال ميديا هي اللي يعني حتى حاجه تافهه جدا زي الانستجرام مثلا عامله مشاكل للناس. ما هي عامله مشاكل للناس لان مشكله اي سوشيال ميديا طبيعي يعني السوشيال ميديا بتبين حاجه يعني عارفه وجه واحد للعمله يعني بتشوفي واحده بتضحك وبتاع فدي حياتها ظريفه قوي مش تبتدي كومبير لنفسك ليها. طب وانا حياتي طب انا المفروض ابقى زي انا بالظبط الناس كلها خارجه وانا قاعده في البيت مش عارفه بعمل ايه. لا طبعا هي فكره انت بقى عندك بريشر تاني يعني بدل ما بقى عندك بريشر بس من الناس اللي حواليك اللي كنت بتشوفيهم اصحابك واهلك لا بقى عندك بريشر من كل الملايين اللي انت بتشوفيهم على انستغرام وكل الملايين اللي بتشوفيهم على فيسبوك. فده برضو بيضغط عليكي بيعلي البار عارفه يعني انت محتاجه تبقي زي دول كمان فطبعا ده ضغط فاهمه.